ما بتحسبش كل حاجة زي ما أنا فهمت من كلامك، وتفكر اللحظة في لحظتها والمستقبل ده في إيد ربنا دلوقتي. يعني الكلام ده حصل لي تدريجيا، ابتديت أفكر في الوقت الحاضر بدل الماضي وبدل المستقبل. مش عارف حصل إمتى التطور ده. لكن بتحسب مثلا الخطوة الجاية بتاعت شغلك هتعمل فيها إيه، ولا برضو سايبها كده؟ لا، أنا دلوقتي بصلح السيناريو، بشتغل في السيناريو. كل مخي في الورق، الحوار وكل حلقة لازم تعجبني، ما بقاش فيها حتى مشهد واحد مش عاجبني. فدي عايزة تركيز كتير، فأنا مركز على كده دلوقتي. لما يجي وقت التصوير بقى هبتدي أتشغل في التصوير. الفلوس عندك غاية ولا وسيلة؟ لا، أنا ما بحبش الفلوس. أقول لك الحقيقة، ما عنديش علاقة بالفلوس. لأن أنا استسألت ليه؟ أولا عشان لما كنت صغير كان أمي بتديني فلوس، فأنا ما تعبتش فيها. تاني حاجة، أنا تهيألي أنه بيدفعوا لي فلوس على الفاضي. أنا طول عمري مقتنع أنه إيه الواحد يكسب الفلوس اللي أنا بكسبها عشان بحبط كلمتين وأروح أقولهم قدام الكاميرا. مش مقتنع أن دي فلوس حلال. يعني شوف قد إيه. لا يا راجل، يعني والله العظيم متهيألي أنا أن دي فلوس حرام. لما بشوف الناس اللي حواليا اللي تعبان واللي عبقري واللي بتاعه واللي ميت من الجوع وبتاع، أقول أنا عشان بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يقوم يدوني بتاع المبالغ الفظيعة دي، يعني بالنسبة للي بيكسبوه بقية العالم. فالفلوس ما بحبش أخليها في إيدي. وبعدين أنا عندي يعني معتقد أن الفلوس دي مش رزقي أنا، رزق الناس اللي حواليا واللي بيستنفعوا من الفلوس بتاعتي. فانا بحب اصرف الفلوس لان عشان ايه تتوزع على إيه؟ على الناس اللي يمكن ده رزقهم، ربنا بيبعت لي رزقهم عن طريق من خلال. احرص على حل الكلمات المتقطعه كل صباح. لسه كل يوم لازم اعمل على الاقل جريده واحده، يعني جورنال واحد على الاقل. بحب احل الحاجات دي. يعني كنت دائما الاول على الفصل فعلا طول عمرك؟ فعلا في المدرسه كنت يعني تقريبا دايما الاول في الفصل، بس من غير ما اشتغل، يعني من غير ما كنتش بذاكر. ذكاء خارق. لا يعني كنت ما بنساش كلام المدرس. يعني المدرس بيقول حاجه تلزق في مخي، واجي اعمل امتحانات بعديها بسنه ابقى فاكر بالظبط قال ايه المدرس، اقدر اقول كل الكلام اللي قاله. وبالتالي كان عندك نشاط مختلف بقى في المدرسه. الرياضه، كنت كابتن الكوره وكابتن الكريكت لعبه انجليزي، وكنت رئيس التلامذه، يعني حاجه في الانجليزي يعني المدارس الانجليزي اسمها هيد بوي يعني طيب كنت شقي؟ ما اقدرش اقول اني كنت شقي قوي، لكن ما كنتش يعني ملتزم قوي، يعني ابقى ما اتشقاش. لا يعني حصل لي مثلا ان انا زوغت المدرسه مثلا، كان بيحصل واروح العب بلياردو مثلا. حصل ان انا كنت مثلا مره في الامتحان، في اخر امتحان عشان اتخرج، يعني كان في واحد جنبي طلب مني ابعت له الورقه اللي انا كاتبها تغششه عشان يغش. اصلا كان هو كان مش عارف يرد وعايز بتاع، فانا عملتها كبشتها كده وراحت رميها له المكان. الراجل اللي بي يعني بيراقبنا المراقب مش موجود. فبعدين اتقفش، فجه عشان المراقب جه فلقى ورقه مكرمشه معاه وما عنديش انا الورقه اللي هي التسويده، يعني مسوده فمسكونه. بس انا بقى قد كده كنت منتظرين مني نتيجه حلوه. المدرسة ما رضيوش يرفضوني، يعني رفضوا التاني ده مسكين. كنت بتعكس البنات أيامها؟ طبعا، يعني كنا بنحاول. أصل البنات ما كناش طايلين زي ما بقولك، يعني كانش واحد طايل. فكنا نروح لما يعني وصلت لسن 18 أو 19، كنا أنا وأحمد رمزي طبعا متربيين مع بعض. قلت إن اللي حببك في الكورة وفي الأهلي صالح سليم، الله يرحمه. أيوة الله يرحمه. فعلا هو برضه صديق من ايام زمان قبل ما اشتغل في السينما والحاجات دي. وبعدين احنا بعد ما اتجوزنا كنا دايما كل يوم نسهر مع بعض في البيت عندي او في البيت عنده. هو مراته اسمها زينب، زينب موجوده يعني ربنا يديها الصحه.
والولاد اتربوا مع بعض. يعني خالد وهشام ولاد صالح سليم الله يرحمه، كان بينهم طارق كان في وسطيهم سنه، خالد اكبر منه سنه واصغر من الثالثة، فكانوا متربين مع بعض. مش فاكر كلمك وقال لك هيجولك واستقبلتنا في باريس؟ اصل هو كان بيسافر كتير، يعني كنت بشوفه في فرنسا كان بيجيني وكنت على اتصال. كنا على اتصال، يعني ما كنتش على اتصال بالناس اللي ما كانوش بيخرجوا من مصر كتير. اصل اياميها كان تاشيره الخروج وصعب الخروج، ويدوك 20 جنيه عشان تسافر. خمسه؟ لا 20 جنيه، انا ايامي 20 جنيه. طول عمرها معروفه بخمسه على كل حاجه. 20 كدابين اللي كده، انا اللي رحت وجيت مليون مره وكنت باخد تاشيره الخروج ويسمحوا لي ب 20 جنيه. تكلمني شويه عن علاقه صالح بعمر. والله العلاقه دي ابتدت من قبل حتى ما والدي اتجوز، يعني ده اللي انا اعرفه. يعني كان عمر ممثل وابويا لعيب كوره واصحاب وبس. انا بقى لما اتوجدت على هذه الارض كان برضو عمر الشريف كان مخلف مع مدام فاتن طارق، وطارق كان بيني وبين اخويا، يعني اخويا وبعدين طارق وبعدين انا، فكنا على طول سوا، وكنا مثلا نروح نبات عندهم في البيت او يجي هو يبات عندنا ونلعب سوا ونيجي النادي سوا وكلام من ده. والغريب ان انا افتكر اول مره شفت فيها عمر الشريف، يعني كان برضو بالنسبه لي ممثل، يعني ما في البيت عند طارق برضو. وبعدين احنا كنا عمالين نلعب، كان فاكر ان عند طارق كان في عنده مدفع رشاش كده بتاع احمر ببطاريات تك 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 تك، فعمالين نلعب وبتاع، وانا بلف كده لقيت عمر الشريف قدامي، فرحت باصص له، وفي عقلي بالي قلت الله، طب ما هو راجل جميل قوي الراجل ده يعني. بس فقمنا سلمنا عليه وكلام من ده، ومش اكتر من كده. دارت ايام ومثلت معاه. تجربتك في التمثيل معاه تقدر تكلمني عنها شويه؟ تجربه جميله جدا، لان احنا وقتها كنا بنشتغل بطريقه غريبه، يعني المواعيد واللامبالاه والتاخير وحاجات كده. لقيت عمر الشريف اللي هو المفروض بقى، يعني لو في حد هيعمل نجم المفروض يبقى عمر الشريف بالظبط. صدقني يا طارق، يمكن رحت يوم واحد يمكن قبليه الاستوديو، ولكن كان عمر الشريف يبقى لابس لبس الاراجوز اللي هو لبسه، وقاعد اول واحد كل يوم يجي الاستوديو يلبس ويقعد في اللوكيشن، مفيش اي حاجه، التزام، مساعده. انا بالنسبه لي كان برضو ان انا واقف قدام عمر الشريف في حاجه كبير، في حاجه في فيلم، يعني مش ده بالنسبه لي فرصه عمري يعني، فبرضو كنت مرعوب. اللطافه والرقيق جدا في معاملته، بيشجع ويقول لي طب اعمل مش عارف ايه. راجل ما بيفكرش في نفسه بس، انما بيفكر في الشغل كشغل وكل اللي معاه. استفدت من تمثيله ومن طريقته معاك؟ استفدت من اني فهمت ان عشان تبقى بني ادم عالمي اهم حاجه انك انت تبقى ملتزم جويك وبتحب الحاجه اللي انت بتعملها، لان ما اظنش ان اي حد فينا حتى في مصر وصل الى النجوميه غير لما حب الشغل والتزم في الشغل. عرض عليك انك تمثل معاه بره مره؟ والله عرض عليا كتير بس انا رفضت. لا. كان بيحضر لشخصيه الاراجوز ازاي؟ تحضير الاراجوز متهيألي هو كان بيقول لك انا احلى حاجه شدته في هذا الفيلم انه الاراجوز ده لسانه ما بيقولش غير الحق. التيمه دي عجبته، فمتهيألي بنى كل الفيلم على هذا الكلام، وفعلا كانت حاجه جميله جدا.